صحتك النفسية هي شمعتك التي كلما حافظت عليها أنارت لك الطريق وانتشرت إضاءات الأمل والسكينة والطمأنينة على أسرتك وأبنائك وبيتك. صحتك النفسية عهد يجب أن تؤديه بكل توازن ومودة ورحمة وعطاء لأسرتك وأبنائك. أبنائك أيها الأب أحق الناس بابتسامتك، أحق الناس بهدوئك، أحق الناس بحلمك، كلهم الحضن يكون لك قرة العين. اللهم اجعلنا لأبنائنا حلماء رحماء وخير معين، واجعلهم لنا بارين وقرة عين، وحقق آمال الوطن في كل بيت يا رب العالمين.